نبدأ حلقتنا اليوم من إقليم كردستان العراق الذي يعيش سكانه هذه الأيام حالة من الترقب بسبب التطورات السياسية المتلاحقة في العراق. شروان قاسم من مدينة السليمانية بعث تقريرا يتحدث فيه عن رأي الأكراد في الوضع الراهن وعن حلم بعضهم بدولة مستقلة. حلم الدولة الكردية الآن في الظروف التي تمر بها العراق، خصوصا بعد سيطرة الإسلاميين المتشددين أو بما تعرف بداعش وبعض من الثوار البعث القدماء على الكثير من مناطق السنة في العراق، يظهر الأكراد وهم يقررون بأنهم سيعلنون دولتهم الخاصة تحت مسمى جمهورية كردستان. هل الظروف الإقليمية ملائمة لإعلان هكذا دولة؟ هل إذا جرى استفتاء في كردستان سوف يوافق الشعب بأغلبية على الاستقلال من العراق، خصوصا بعد الاستفتاء الذي جرى في عام 2005 وحصل الأكراد على نسبة فوق 80% وهم يطلبون الاستقلال من العراق؟ لقد حاول الكرد ومنذ القدم إنشاء دولتهم الخاصة والتي قسمت باتفاقية سايكس-بيكو إلى 4 دول، وكانت ضمن سوريا والعراق وإيران وتركيا، حيث قامت العديد من الثورات على مر السنين وظهرت الكثير من الدويلات أو الإمارات الكردية مثل جمهورية مهابات بقيادة قاضي محمد ودولة كردستان في العراق بقيادة الشيخ محمود الحفيد. والآن وبعد تلك السنوات ها هم الأكراد يهيئون أنفسهم لإنشاء دولتهم واستقلالهم عن العراق، خصوصا أن ظروف المنطقة قد تغيرت. فبعد الثورة التي شهدتها سوريا ضد نظام بشار الأسد قام الأكراد بتحرير مناطقهم وإنشاء كانتوناتهم الخاصة، وبعد سيطرة الإسلاميين المتشددين أو بما يسمى بداعش على أجزاء كبيرة من مناطق السنة في العراق وخلافات الإقليم مع الحكومات المركزية، يهدد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان بإعلان جمهورية كردستان وانفصالهم من العراق، وهذا الإعلان كان له أصداء مختلفة من الشارع الكردي. من بيموانيا كلا استادا ما بس أم قونا غمي جوية ظروف لباربد باردوخ لبارب بو پیکنانی دولتی کردی چون که اما اگر هر بگرینو بوشک که هم بوتا تقریبا کردو یعنی توشی سرزاری همومان به سیاسی کانوا به خلقی گشتی ملی و حلم تو بوده به واقعی که حقیقی تو کلمه جوا بویان کردی به حلم. انا کمواطن کردی من اقلیم کردستان ارحب بانشاء دوله کردیه وهذه حلمي كحلم كل الأكراد في هذه الإقليم. بالنسبة للإعلان الدولة الكردية في هذه الظروف الراهنة أنا أشوف الظروف ملائم إذا أكو إرادة جدية من قيادة كردية حسب ما هم يعلنوا يقولون إحنا عندنا إرادة. تقرير المصير الكل يعلم بأنه حق مشروع لكل شاب يمتلك الإمكانات اللازمة لأن يستقل بهويته عن نظام آخر. تاريخيا اصطدم هذا الحق بمفهوم السيادة، وهذا المفهوم مفهوم السيادة تم تقديسه لدرجة أنه أصبح مطية لارتكاب المجازر وانتهاك الحريات بحق الشعوب التي سميت نتيجة خطأ في التعبير على أنها أقليات. يرتبط هذا الحق لكي يتم ممارسته بسياق ديمقراطي، أي وجود مؤسسات ديمقراطية ووعي ديمقراطي قادر أو يمنح للشعب ما حقه في أن يمارس ما حقه في تقرير مصيره بالاستفتاء على هذا الحق. هذه الحالة غير موجودة صراحة بالعراق، لأن الحالة السياسية في العراق لم ترتقى بالعملية السياسية إلى حالة مؤسساتية. لذلك تحولنا في عام 2003 من نظام عرقي مذهبي إلى نظام مذهبي عرقي، ولم يحدث أي تغيير في بنية الاستبداد، لأن ما يعرف بديمقراطية الأغلبية هي أفضل أشكال النظم الشمولية، وإمكانية تعديلها بقوانين تصبح صعبة لأنها تحكم من خلال الأغلبية الحاكم، والأغلبية الحاكمة عادة تكيف القوانين وفقا لنزعتها الإيديولوجية أو المذهبية كما هو واقع الحال في العراق.
تأسيس دولة أو تأسيس استقرار أمني وسياسي واقتصادي حلم لكل فرد في أي مجتمع من المجتمعات الدولية، وخاصة للشعب الكردي هذا حلم. ولكن يجب أن ننظر إلى الظروف الحالية، هل الظروف متاحة أو لا؟ برأيي الظروف حتى يكون دوليا متاح داخليا غير متاح للدولة، لأنه أنا أثق بأن الفرد الكردي يحب أن يكون له دولة أو استقرار كامل، لكن لا يثق بقيادة السياسية في كردستان. القيادة السياسية الكردية دائما يتكلمون بشكل ويعملون بشكل آخر، أو أعمالهم العلنية شيء وأعمالهم السرية شيء آخر. المذهب السنة ليس المذهب الوحيد في الكردستان أو في العراق كعامة. أنا مع تكوين الدولة الكردية على حقوق المواطن، على أساس حقوق المواطن وليس على حقوق المذهبي أو القومي أو العرقي. أو كاتكاتي دولة كردية كحكومة كردية آمدكاري چی طاوی کرد به بو همو او کوس بو تگرانی که ینری اگر آمدکاری کرد به بو هموشتانی که هیا که لروی حکمت و درزبونی حکمت و بید تصور کم بلا کاتیتی. يتضمن عراق بالتعبير الجغرافي على مفهوم قوة طاردة تقوم بتفكيك البنية المجتمعية وتفكيك الهوية الوطنية، لذلك في العراق مؤهل لأن ينقسم وهو منقسم كما نوه السيد مسعود برزاني. حقيقة هو منقسم. هذه الحالة حالة التفكيك أو قيام نظام المركزي بتفكيك الهوية المجتمعية أو الهوية الوطنية وجدت في بنغلاديش عندما استقلت عن باكستان، وكذلك وجدت في السودان عندما استقلت جنوب السودان، وهي عوامل موجودة الآن في دارفور أيضا. لذلك قضية الإعلان عن حق تقرير المصير لا يرتبط في معظم الأحوال بمدى مناسب أو الظروف الدولية كانت مناسبة أو لا، إنما بالعوامل الداخلية لكل دولة. إذن الأكراد رغم مخاوفهم متفقون على إنشاء الدولة الكردية أو إعلان الدولة الكردية، ولكن بتحفز. بعض هذه التحفزات هي: هل سيكون السياسيين الكرد جديرون بهكذا دولة؟ هل سيستطيعون إدارة جمهورية وهم إلى الآن أثبتوا فشلهم في إدارة إقليم خصوصا على الصعيد المعاشات وأيضا على الصعيد الاقتصادي في الأكثر؟ فهنا الآن كردستان تشهد الكثير من الأزمات، أولها أزمة البنزين، ثانيا أزمة الكهرباء، ثالثا أزمة المعاشات التي تأتي من الحكومة المركزية والتي تم قطعها منذ أكثر من أشهر. أيضا هل ستوافق الدول العظمى خصوصا أمريكا وروسيا وفرنسا على إنشاء دولة كردية رغم موافقة إسرائيل على إنشاء هكذا دولة؟ تلك الأسئلة سنتركها للمستقبل. كان معكم شيروان قاسم من مدينة السليمانية.